احنا معاناتنا يعني مشكله يعني كثيره، يعني حتى بتاخذ الطلب بقعد بنام في السياره معك له خاطر، يعني لو بروح مشي احسن ما يطلع معك. فازمه مشكله، هاي مشكله كبيره والله، كيف بدك تلاقي لها حل عند امانه عمان؟ والله كثير ازمه، يعني الواحد بده يوصل على دره بالحقش مع الوقت والازمه. يعني بصراحه ازمه السير ما انت شايف، طنبون على طنبون، شو بدنا نحكي لك اكثر من هيك؟ يعني الوضع، يعني احكي لك اياه بصراحه، انه بالنسبه ان الشوارع يعني مش مؤهله لها السيارات هاي الكثيره بصراحه. والله انا جاي من دوار المدينه لهون تقريبا، وهي الشاب استنى فيا تقريبا صار لي يعني 25 دقيقه بس من دوار المدينه لهون. يعني انت اذا عندك مشاوير ما بتقدر تقضي مشوار او مشوارين باليوم بالثمان ساعات دوامك من كثر الأزمة، أزمة جدا خانقة. وسلامتكم. صراحة الأزمة كثير أوفر، المشوار اللي بياخذ نص ساعة بصير ساعة، وبتوقع الناس شوي بتنجن بهذا الوقت، يمكن بيكونوا مروحين من الدوام فكتير بصير عجقة. عمان وهذا لسه ما دخلنا بالصيف، لا تحتمل. بعدين يعني بنقدر احنا ننظم كل بيت فيه خمس سيارات، لو العيله كلياتها مش شرط انه كلهم، لو كل ثلاثه طلعوا بسياره بخففوا ازمه، لو انه كمان اختيار الوقت لما الواحد يطلع فيه برضه كمان انه يعرف امتى وايش الطرق اللي بده يطلعها ما بتصير هاي الازمه. من وين؟ يعني هسه من عند دوار المدينه هان، هي هسه نص ساعه بالضبط من دوار المدينة الرياضية. هسه بدك تطلع على عشمساني، تروح تطلع عشمساني، بدك من دوار المدينة لعشمساني عن طريق وادي صقرة قريب الساعة، هذا يومي. بعدين صار الصبح والمساء. معاناتي بأزمة السير كثيرة جدا، لا تحصى، ساعات كثيرة يعني. الوقت، الأزمة، نحتار أي طريق ندخل فيها. معاناتنا مع الركاب، بده طريق أسرع، كلها زحمة، عمان كلها زحمة. يعني ما في، مستحيل تلقى لها حل، وبالذات بالصيف. يعني أنا هيني من الرابية بدي أصل شغل، تأخرت يعني كثير، يعني بعد لو في مرات بصير فصل يعني للشغل. أنا مرات يعني صار معطوني إنذارين للشغل من وراء الأزمة إني بتأخر عن دوامي.